تاني ولقاءات القسم التاني الدوري الممتاز بي، ومعانا على التليفون الكابتن حسن شحاته عايز يبارك لنا طبعا على الاستوديو التحليلي، طبعا نجم مصر ونجم نادي الزمالك السابق. كابتن جمال، كابتن حسن، ازاي حضرتك؟ اتلخبط في ابويا مش عارف ايه. كابتن حسن كريم، الله يخليك كريم، مبروك، والكباتن كلها اللي موجودين معاك تحياتي ليهم، كابتن جمال عبد الحميد وكابتن وليد صلاح الدين، كابتن محمد شاوي وكابتن جمال حمزه. ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ سنه علينا وعليكم سنه سعيده وموفقين ان شاء الله. الله يخليك كابتن حسن. يعني لو تكلمني عن الممتاز بيه بقى، واكيد كلكم يعني النجوم الكبار طلعت من الاقاليم، يعني حضرتك طبعا انا عارف كنت في غزل كفر الدوار زمان قبل ما تنتقل لنادي الزمالك. بالظبط كده. لا هو بص، الاقاليم كريم دول اكتشاف لاعبين من خلال الشاشه، يعني انتوا ممكن من خلال الدوري الدرجه الثانيه هيبقى عندكم اختيارات كثيره جدا جدا، لان دي في كل المحافظات وكل المجموعات اللي انت ذكرتها من شويه هتلاقي في لعيبه، يعني ما تفكروش ان انتوا ممكن تروحوا تشوفوها ان هم يجوا يلعبوا على طول في الممتاز ويلعبوا منتخب. ان هو ده انا بعتبر الدرجه الاولى به، تعتبر هي مكتشفه نفسها بنفسها ومكتشفه لاعبيها اللي هم الانديه بتتزود بيها، وهتلاقي اغلب اللعيبه دي كلهم عاوزين يبقوا في الصوره. وبعدين اذاعتكم للدوري الممتاز من غير هم بقى ما يفكروا هتلاقيهم اجتهد عشان يبداوا يروحوا انديه كبيره وينضموا للمنتخبات وكده. ايوه عشان كده بقول لك، يعني انتوا زعلتكم ديت يعتبر صفق كبير جدا جدا جدا، وان شاء الله موفقين ان شاء الله، وان شاء الله من خلالكم تقدر الانديه الكبيره تكتشف لاعبين يعني يستاهلوا ان هم يلعبوا في الممتاز. بالظبط. كابتن حسن، برضه حضرتك انا فاكر زمان لما يعني كنت متخصص في فتره من الفترات اللي انت بتصعد فرق القسم الثاني، فانت يعني مسكت فرق كتير. انا فاكر طبعا المنيا والسويس والشرقيه زقازيق والمقاولين، متابعه جامد. دي فرق كلها في وقتها صعدت، وكانت فرق كلها صعدت للممتاز، لكن للاسف ما استمرتش كتير في الممتاز. لكن من خلال قنواتكم او من خلال قناتكم ان شاء الله مع الرياضه هتبقى يعني هتكتشفوا انديه كبيره ولاعبين كبار جدا جدا يستحقوا ان هم ينضموا للممتاز. وعشان كده بقول يعني ده صفق كبير جدا ان انتوا تاخدوا اذاعه مباريات الدوري الاول به، يعني او الممتاز به. ايوه، لان انتوا هتتفرجوا على فرق يعني ما كنتوش تتخيلوا انه ممكن يبقى في لعيبه بالشكل ده في المحافظات من غير ما حد يبص لهم ومن غير ما حد يكتشفهم. برضه عايز اقول له حاجه، اتفضل يا كابتن. يا كابتن حسن، طبعا ما كملتش في الدوري الممتاز يا كابتن حسن عشان انت ما كملتش معاها، بس انت لو كملت كانت استمرت لحد دلوقتي. كابتن جمال معلش، انتوا عندكم في عيب شويه في التليفونات. عشان مش سامع. لا كابتن، كابتن جمال بيقول لك يعني انت لو كنت كملت مع الفرق دي كانت الفرق استمرت في الدوري الممتاز، لكن انا طبعا انا كنت متابع بقى. كان في قله امكانيات يعني، انت عارف ده بيبقى توفيق وعدم توفيق يا كابتن جمال، يعني ده توفيق وعدم توفيق. كابتن يعني حسن برضو سامعني كويس؟ يعني وانت عارف الصوت عندك كريم. طيب سامعني كويس كده يا كابتن حسن؟ كده يعني برضو في 2003 انت حققت مع نادي المقاولين العرب وهو كان لسه في القسم الثاني بطوله كاس مصر، وايضا بطوله السوبر على حساب الاسماعيلي والاهلي والزمالك. اتحقق ثلاث بطولات وانت كنت موجود يا كريم، يعني انت بالزبط. كنت موجود وتحقق ثلاث بطولات، وهو كاس مصر قدام النادي الاهلي والسوبر قدام نادي الزمالك، والصعود للدرجه الممتاز، عارف انت ازاي؟ ودي كانت فتره تعتبر زمنيه جيده جدا جدا، لان كان في مجموعه من اللاعبين في المقاولين العرب بشكل كبير جدا. لكن انتوا يا كريم هتشوفوا وجه قبلي، وجه قبلي هتلاقوا لعيبه خطيره جدا جدا جدا. يعني احنا كنا بنلعب في وجه قبلي، يعني انت عارف لما تيجي تشوف انا جبت منتخب مصر او منتخب الشباب، اساسا منتخب الشباب في اغلب لعيبه الله يرحمه محمد عبد الوهاب جايبه من المونيا. فالله يرحمه ويحسن اليه محمد عبد الوهاب، يعني هتلاقي وجه قبلي في لعيبه، يعني مش هتحلم ان انت ممكن تبقى في لعيبه بالشكل ده في وجه قبلي. طبعا بجانب المجاميع الثانيه وبجانب
منطقه القناه وبجانب منطقه بحري والتقهليه والغربيه هتلاقي مجموعه من اللعيبه. لكن وافي قبلي يمتاز ان هو عنده لعيبه، بس للاسف الانديه اغلبها ضعيفه ماديا وبالتالي ما بيظهرش لعيبه اللي احنا نتمنى ان احنا نلاقيهم في الدوري الممتاز. ان شاء الله تحب تقول حاجه ان شاء الله ومبروك كده ان شاء الله موفقين وكبادهم كلهم. شاوي انت ما بتتكلمش ليه شاوي؟ حمد شاوي ما بتتكلمش ليه وجمال حمد؟ لا بنتكلم يا كابتن بس بينك بنسمع حضرتك واحنا طبعا وانا سمعت خد بالك يا كريم بالرغم ان التليفونات عندكم وحشه لكن انا كنت معاكم واحده بواحده مع الكوارع مع هناكل ايه حاجه خفيفه لا كمان الكلام ده كان في الفاصل في الفاصل يعني انتوا عندكم التليفونات وحشه لكن انا سمعت كل سمعت الفاصل كله يعني صلاح الدين عاوز ياكل حاجه خفيفه كوارع فاكر كابتن جمال جمال عايز ياكل الاكله اللي انت حبيتها بس مش عايزين نقول الاسم فبيقول لي ناكل خدوا بالكم التليفونات عشان التليفونات الاسرار كلها فيها يعني يلا موفق الله يخليك كابتن حسن شكرا كابتن حسن بنشكرك شكرا جزيلا كابتن حسن شهاده طبعا